ذكر حقوق العالم والمتعلم. والحق للعالم أن يجللا، ولا تسله إن يكن مشتغلا، ولا تملا فكره منقرا، ولا تسلتا عن نتا قد حجرا، ولا تصاحب رجلا يكرهه كخصمه إن كنت تلميذا له. والحق للطالب أن ينصح لا، وأن يدله على الأصلاح لا، وقوم اعوجاجه إن ضلا، ولتستر الزلة حين زلا.